شيرين تغني لحبيبها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح يكون مع قمر طائي ونورس، فقمر ونورس ترشحوا في المسابقات توزيع الجوائز ستقام بقطر، وقامت نورس بوضع تعليق علقت به: مبروك لقمر، مبسوطة راح نتعرف. أعلق الجمهور على هذه اللقطة أنه في صداقة جديدة راح تكون بين نورس وقمر. ويذكر أنه قمر الطائي من ضمن المتأهلين لحفل توزيع الجوائز الذي سيقام في قطر، وقمر في نفس الفئة مع اليوتيوبر غيث مروان، أحمد الشايب، بنين ستارز وآياتي. مين بتتوقعوا راح يفوز بالجائزة؟ أما لانا ولين فنشروا مجموعة من الستوريات، علقت لانا إنه هن كانوا في مطعم ولعبوا تحدي مين راح يدفع الفاتورة، ووالدة لانا هي اللي دفعت الفاتورة. نمر إلى الجميلة شيرين بيوتي اللي تفاعلت مؤخرا بمجموعة من الستوريات، كانت عم تغني أغنية يمين الله بحبك حب ما له حدود، والجمهور علق على المقطع بي يلا عند أسامة نسأله شو الأغنية يلي معلقة براسه، فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟